আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু সায়রা ইউনিকর্ন চ্যানেল। আমি সায়রা, আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সানগ্লাসের সাথে কিভাবে সিম্পল হিজাব লুক ক্রিয়েট করতে পারবেন তার টিউটোরিয়াল। আশা করছি এই টিউটোরিয়ালটি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। চলুন দেখে আসি। قوم نادي على صعيدي وابن اخوك البورسعيدي شو اعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحاكي الحكي صاير بحلم فيها شو اعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحاكي الحكي صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الجنة الجنة شو أعمل إلي شو قلبي معلق فيها من كتر الحاكي الحكي صاير بحلم فيها شو أعمل إلي شو قلبي معلق فيها من كتر الحاكي الحكي صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الجنة الجنة خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير قوم نادي عصعيدي وابن اخوك البورسعيدي خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك